تختلف عن سابقاتها بالرغم من كل ما يشي بأنها امتداد لحروب القرون الوسطى، وهي مستهجنة في الوقت نفسه لاعتبارات عديدة، على رأسها أن ليس للإسلام اليوم كيان سياسي يهدد الغرب عامة وفرنسا خاصة، بل الضد هو الصحيح. العالم الإسلامي اليوم هو المستضعف والمكشوف أمام الاستباحة الغربية لثرواته البشرية والاقتصادية والطبيعية. فهل العالم الإسلامي اليوم إلا سوقا استهلاكية مفتوحة أمام إنتاج الغرب من الغذاء والدواء والسلاح؟ وهل هو إلا خزين العقول العلمية المفكرة واليد العاملة الرخيصة التي تمد الغرب باحتياجاته في كلا الميدانين؟ إذن ماذا وراء هذه الأجواء الحاقدة المملوءة كراهية؟ ولماذا فرنسا بالذات رأس حربتها؟ وهل هي أزمة دين؟ أم أزمة أمة؟ أم أزمة أخلاق؟ أم أزمة مقاطعة اقتصادية؟ هل لهذه الحرب التي تقودها مطامع الرأسمالية الغربية وتغذيها ثقافة الحقد والكراهية وينفخ في كيرها تاريخ أسود من العدوان والظلم نهاية؟ وهل الحل في إغلاق المساجد والمراكز الإسلامية في الغرب؟ أم في توقيع أئمة المسلمين الفرنسيين خاصة ميثاق الالتزام بقيم الجمهورية ومبادئ العلمانية كما تدعي السلطات الفرنسية؟ وما هو المطلوب من الصف الإسلامي؟ هل هو بالفعل مسؤول عن أوارها كما يزعم بعض أقزام الداخل؟ أم أنه ضحية حتى لو قدم كل التضحيات وتخلى عن كل القيم؟ للإضاءة على الأمر، تستضيف لبنان دعوة، وهي منصة إعلامية شبابية تعنى بقضايا الإسلام والمسلمين، هدفها نشر الخير والدعوة الإسلامية الوسطية من لبنان إلى كل الناس في العالم. تستضيف اليوم نخبة من فقهاء ودعاة وإعلاميي العصر في مؤتمر انتهاكات فرنسية ومواقف إسلامية تقيمه تحت شعار بكم انتصرت. عسى أن يكون لهذا النفق نهاية خير ورشد. نفتتح بورقة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، وهي بعنوان جرائم فرنسية على صفحات تاريخ الشعوب، فليتفضل. حياكم الله يا إخواننا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين شهد لهم العدو والصديق أنه ما عرف العالم أرحم منهم. ولا عجب في ذلك، فإن هذه الرسالة، رسالة الإسلام العظيم، جاءت لإنقاذ الناس جميعاً. من استجاب لها فمن نكد الدنيا ومن عذاب الآخرة، ومن اختار سواها واعتقد غير ما جاءت به وعايش أهلها فمن ظلم الدنيا ونكدها، ولا إكراه في الدين، وهي لا نافية ناهية. وهذا ما يعتقده المسلمون في تعاملهم مع الآخر، وإنه مما يثير الاستغراب بالفعل هذه الحملة الشرسة والعدوان الصارخ والإساءات المتكررة من الغرب على وجه الخصوص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدر فرنسا لهذه الحملة على الإسلام والمسلمين، وهي متجددة، قديمة متجددة، وهذا ديدن فرنسا على مدار تاريخها. وقبل البدء بورقتي حول بعض، ولا نستطيع أن نقول هي جرائم جاي نكرة بعض، يعني سنعد قليلا منها لأنها كثيرة، وأعتقد أن هذه الورقة تحتاج ربما إلى مؤتمر خاص بها، بل ربما أن كل بلد من البلاد التي اعتدت عليها فرنسا ومارست فيها من الجرائم ما يشيب له الولدان ربما يحتاج إلى مؤتمر خاص. ولو عقد لأهل الجزائر مؤتمرات يشرح فيها ما مارسته
فرنسا ضدهم لكان ذلك غير كاف، فهي 130 أو 132 سنة من الإجرام والقتل، والذي ما زالت فرنسا ترفض أن تعترف بأنها مارست هذا الإجرام أو تعترف أنه إجرام يتراه بعينها، بل أكثر من ذلك. على كل حال قبل البدء يعني لابد أن نشكر إخواننا في لبنان دعوة، منصة لبنان دعوة، على هذه المبادرة الطيبة الكريمة، نصرة للحق ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيه. أبدأ الحقيقة أقول يا أيها الإخوة أن فرنسا ربما البلد الوحيد في العالم الذي يوجد فيه متحف لجماجم البشر، لا يوجد بلد في العالم فيه متحف لجماجم البشر إلا فرنسا، وهذا المتحف لو كان أصحاب هذه الجماجم من المجرمين لكان مستبشعاً ومستشنعاً جداً، إذ المجرم الذي يتعذر علاجه وردعه ويستمر عدوانه وظلمه ربما يحتاج من يواجهه أن يقتله، ولكن قطعاً لا يمكن ولا يجوز ولا يصوغ التمثيل به وقطع رأسه وإقامة متحف من هذه الرؤوس. فكيف إذا عرفنا أن هذه الجماجم جريمة أصحابها أنهم رفضوا الهوان لشعوبهم ولأمتهم، فقاموا يدافعون المحتل الفرنسي الغاصب ويطالبون بالتحرر منه، وهذا كما قلت هذا المتحف ما زال في القرن 21 شاهداً على همجية هذا البلد وهذه الأنظمة التي تواردت عليه إلى يومنا هذا. وطبعاً الجرائم التي مورست في هذا البلد كبيرة جداً، وهي سبحان الله إذا ما قورنت بموقف المسلمين الذين علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفاتحين والمجاهدين والمدافعين عن الحق أن لا يقتلوا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً فانياً ولا رجلا دين في صومعته أو في كنيسته ولا من لا يقاتل، بل أكثر من ذلك، فإن مجرد وضع الحرب أوزارها يعني الأمان للجميع بما في ذلك الذين كانوا مقاتلين ووقعوا أسرى في أيدي المسلمين، فإنه يكون لهم الأمان، ولكن هؤلاء لا يعرفون ذلك. وأنا أريد أن أمر في نقاط سريعة لأن أعلم أن الوقت محدود، فأريد أن أمر في أولاً فرنسا كانت في مقدمة من رعوا الحملات الصليبية، وكانت هي الراعي الأكبر لهذه الحملات على الدول العربية والإسلامية. وربما يكفي أن نعرف أن إشارة بدء الحملات الصليبية كانت من البابا الفرنسي الأصل أوربان الثاني عام 1095 للميلاد، وكانت هذه الإشارة أمام 300 من الأساقفة، وأن هذه الحملة الصليبية الثانية قد انطلقت بعد مجمع كنسي في مدينة فيزوالاي الفرنسية، وقد كانت فرنسا ثالث ثلاثة من مثلث الحقد الصليبي الفرنجي الذي قام بهذه الحملة على بلاد المسلمين. وانطلقت هذه الحملة من كنيسة نوتردام الفرنسية، وعلى أيديهم قتل في باحات المسجد الأقصى المبارك كما هو معلوم وخلاف روايات التاريخ بين 40,000 إلى 100,000 على اختلاف الروايات مسلم آمن لا يحمل السلاح في باحات المسجد الأقصى المبارك، الذي ظن المسلمون على ديدنهم في التعامل مع الآخر أن اللجوء إلى المسجد وأماكن العبادة يعني الأمان.
طيب، أما إذا أردنا أن نتجاوز البعيد ونأتي إلى شيء من القريب، فجرائم في مصر، فعلى الرغم أن الحملة الفرنسية على مصر لم تستمر سوى 3 سنوات من 1798 إلى 1801، إلا أنها كانت دموية إلى أبعد الحدود، لدرجة أن الفرنسيين كانوا يقومون بذبح السجناء ويلقوا جثثهم في نهر النيل ليلا، بل تجاوزوا في ذلك كل القيم والأعراف التي الدولية والبشرية، فدخلوا بالخيول إلى داخل المسجد، إلى داخل الأزهر الشريف، وإلى واستخدموا صحن المسجد إسطبلا لخيولهم، وداسوا المصاحف بأرجلهم. وأما الجزائر فهذه حدث عنها ولا حرج، والقائمة فيها إذا أردنا الحديث عن الجرائم في الجزائر فهي تطول وتطول جدا. فعندما احتلت فرنسا الجزائر قام الجنرال الدوق دور بتحويل جامع كيتشاوا إلى إسطبل، وأخرج المصاحف وأحرقها، وتم تحويل الجامع إلى كاتدرائية عام 1832، يعني في بدايات عدوانهم، كما قام بقتل آلاف المصلين الذين اعتصموا بالمسجد ظناً بأن المسجد يحول دون، أو الذين اعتصموا بالمسجد عندما أرادوا تحويله إلى كنيسة ظناً بأن ذلك يحمي المسجد أو يكون حماية لهم. وكذلك الجزائر طبعاً معروفة ببلد المليون شهيد، وهذا تسمية الحقيقة فيها من النكران لشهداء الجزائر. الحديث عن مليون ونصف مليون إنما هو في الخمس سنوات الأخيرة في ثورة الجزائر الأخيرة في مواجهة الفرنسيين الغاصبين، وإنما بلغ عدد الشهداء في الجزائر خلال فترة الاحتلال والإجرام الفرنسي تجاوز 3 ملايين. وفي أهل سكان سكيكدا حيث قام الفرنسيون بجمع عدد من الرجال يقدر 1500 جزائري بملعب المدينة، ثم تم قتلهم ودفنهم جماعيا في خنادق تم حفرها بواسطة جرافات في الملعب. وأما في المغرب مجزرة الدار البيضاء، حيث أقدمت القوات الفرنسية على اقتراف مجزرة في 9 أبريل 1947، وخرج المغاربة ليعلنوا مطالبهم في نيل استقلالهم وتحقيق وحدة أراضيهم والتمسك بهويتهم الإسلامية والعربية، وفتحت القوات الفرنسية النار عليهم وقتلت المواطنين في هذه المنطقة، ابن مسيك وكراج علال ومديونة ودرب الكبير وكل الأحياء المجاورة لها، فسقط المئات من المواطنين في هذه الجريمة، والجرائم كثيرة. وكذلك الأمر في سوريا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، عندما عزمت فرنسا على اتباع سياسة فرق تسد، فعمدت إلى تقسيم بلاد الشام إلى 5 دول، ووضعت في قلبها الكيان الصهيوني بالتعاون طبعاً مع بريطانيا، وفرضت الانتداب الفرنسي على عدد من هذه البلاد وتقاسمتها مع بريطانيا، وقامت بتسريح الجيش السوري، وأصر قائد القوات الفرنسية على زيارة قبر صلاح الدين ومعروفة وركله برجله وقوله ها نحن عدنا يا صلاح الدين. وأما حديثا وقريبا في نهاية القرن الماضي القرن العشرين عام 1994 في رواندا، حيث دعمت فرنسا المجازر. مولانا عندك دقيقة واحدة،
طيب إذا في رواندا وفي عدد من بلغ عدد القتلى 800,000 وكل ذلك بدعم وعون من رواندا، وكذلك ارتكبت فرنسا انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في كل الدول التي خضعت لها، وفي حيث أبادت كما ذكرت أعداد كبيرة ودعمت القتلى والمجرمين في عدد من البلاد. أما إفريقيا أيها الإخوة، أما في إفريقيا في تشاد وفي السنغال فقد 14 دولة الآن من الدول التي كانت خاضعة لفرنسا ما زالت تدفع الضرائب، وتعتبر هذه البلاد 14 تعتبر محتلة حقيقة إلى هذا الوقت. وأفظع من كل ذلك التجارة بالعبيد التي بلغت 5 ملايين، وفي ساحل العاج أعتقد، المهم الآن ما تركتوني أمشي مع الترتيب، ففي هذه البلاد كانوا يدفعوا 13 فرانك لمن يأتي برجل من أفريقيا أو امرأة ليبيعهم في سوق النخاسة وفي سوق العبيد. ويقول ربما جاك شيراك في تصريح له قريب أن الأموال التي في بنوكنا إنما هي من استغلال القارة السوداء، واستخدمت فرنسا دولا أفريقية مثل السنغال وساحل العاج وبنين ومراكز لتجارة العبيد إضافة إلى استغلالها لموارد هذه البلاد، وكذلك وقتل العلماء. جزاك الله خير. نعم، وفي تشاد تم قتل 400 من العلماء في مؤتمر كانوا يعقدون مؤتمرا لهم، وادعوا أنهم يريدوا الاجتماع بهم لبحث حل مسألة تشاد التي كان مختلف عليها مع فرنسا، فقامت بإبادتهم بالصواطير، وهذا عام 1917 15 نوفمبر. وأيضا دعمت فرنسا وكانت من الداعمين لجرائم الصرب في البوسنة والهرسك، فكانت داعمة لكل هؤلاء. والحديث عن مجازر فرنسا وجرائمها التي تجعلها أو ينبغي أن تجعلها تستحي من أن تتطاول وأن تدين الإرهاب، عندما كانت تمارس القتل بالساطور لم تكن داعش موجودة، بل ربما تكون داعش قد تلقت دروسا من فرنسا في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج كلمته، وكانت بعنوان جرائم فرنسية على صفحات تاريخ الشعوب. نرحب جميعا بفضيلة الدكتور الشيخ محمد حسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وورقته بعنوان الرد على الإساءة بين الفرض العيني والكفائي، رأي الشرائع في الذب عن المقدسات، فليتفضل مشكورا. مولانا الدكتور محمد حسن، بدك تفتح المايك عندك. ايوه حياك دكتور. الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى اخذ على جميع انبيائه عهدا مؤكدا أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث وهم أحياء، وقد أكد ذلك في سورة آل عمران حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد أكد الله ذلك على موسى بن عمران عليه السلام عندما أخذتهم الرجبة، فإن الله قال له: ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقد حض الله المؤمنين على الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم والذب عنه فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مقدسات الدين جميعا وعن جميع أنبياء الله وملائكته الكرام وكتبه المنزلة فريضة عينية على القادرين وعلى المؤثرين وهي كفاية على جمهور الأمة من العاجزين ومن ليس لديهم منبر ولا صوت وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولذلك يجب عليهم جميعا أن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وأعراضهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهذا الدفاع شامل لكل المقدسات وهو ذب عن العقيدة وعن الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنكر برئ ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع فالذي يرضى بهذا ويتابع عليه هو الذي شارك في الإجرام وكان عليه هذا الإثم الغليظ أما من أنكر فقد قام لله بالحجة ومن كره ذلك ولم يستطع الإنكار لعجزه وضعفه فإنه سلم من الدخول في هذا الأمر والمشاركة في هذه الجريمة ولذلك وجب على المسلمين جميعا إما فرض عين وإما فرض كفاية أن يذبوا عن مقدسات الله وعن شعائره فإن ذلك من الإيمان كما قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك من التقوى فإنها من تقوى القلوب وهذا هو الدافع الذي يدفع المؤمنين جميعا والمؤمنات إلى تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره والقيام بالذب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنه في يوم أحد وقف بين يديه قوم وجاهدوا ودافعوا ومنهم نسيبة أم عمارة رضي الله عنها فقد بذلت جهدها وكانت تقاتل بسيفين حتى قطع حبل عاتقها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك طلحة بن عبيد الله الذي قاتل حتى نفذ ما في كنانته من السهام ف
فكان يدفع عنه السهام بيده حتى شلت يمينه، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فقال: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولما ذكر يوم أحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك يوم كله لطلحة. وكذلك قال لأحد: اثبت أحده، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا الدفاع لا بد أن يدرك الإنسان أنه ممتحن به، وأن هذا التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المقدسات إنما هو امتحان للمؤمنين، هل يضحون ويبذلون ويسقطون ويتراجعون وينهزمون أمام أعدائهم. وبالأخص إذا عرفنا أن الفرق كبير بين أن يكون هذا موقفا رسميا تتبناه دولة من الدول وتقوم عليه مؤسساتها من رئاستها إلى صحافتها، وبين أن يكون ذلك أمرا عارضا يقع من بعض الشركات لطلب الربح والمال، فرق بين الأمرين كبير. ولهذا المقدور عليه واجب ولا يسقط، ومن الواجبات على المسلمين مقاطعة بضائع فرنسا في هذه الظروف، فذلك هو المتيسر من الذب عن جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الذب عن حرمات الله سبحانه وتعالى، وهو أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو الجهاد المتعلق بالاقتصاد. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والسعي الإنسان لهذه المقاطعة واستغناؤه عن هؤلاء القوم هو تحقيق لهذه النصرة ووقوف مع الأمة في خندق واحد، وخلاف ذلك خذلان للرسول صلى الله عليه وسلم ومروق على الأمة، والمشاركة في هذه الجريمة النكراء. وهم يعرفون جميعا أن بعض المؤمنين تابعون لهم، وأن تصرفاتهم إنما هي ناشئة عن مواقفهم، ولذلك تجاسروا على هذا الأمر. ولو أنهم عرفوا أن المؤمنين جميعا سيهبون هذه الهبة وسيقاطعون بضائعهم وسيبذلون ما يستطيعون، لا كان ذلك زاجرا ورادعا لهم عن هذا التطاول. ولكن مع الأسف جاء هذا الأمر في وقت ضعف من هذه الأمة ووقت اختلاف وتباين في وجهات النظر، وأدى ذلك إلى هذه التساؤلات. ولهذا عقد هذا المؤتمر من أجل بيان الحكم والموقف الشرعي من هذا الأمر، ومن أجل إبراء الذمة إلى الله سبحانه وتعالى بأننا فعلنا المقدور عليه. ومع ذلك نسف بشرى إلى المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات أن ما حصل من هذه المقاطعة ولو لم تتبناه الدول ولو لم يكن رسميا هو هبة شعبية، ومع ذلك كان لها أبلغ الأثر على اقتصاد القوم وأثرت في مصداقيتهم لدى شعوبهم، وهم الآن ينتظرون انتخابات قريبة. ولا شك أن هذه الضربة ستؤثر في التصويت في انتخاباتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لنصرة دينه ونصرة حبيبه ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون جميعا من الذين يعظمون شعائر الله ومن الذين يعظمون حرمات الله، وأن يوفقنا أجمعين لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله، وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يرزقنا أجمعين الاستقامة على سواء الصراط، وأن يوفق القائمين على هذا المؤتمر، وأن يجزيهم أحسن الجزاء ويتقبل منهم صالح العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر الدكتور محمد حسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا على كلمته، وكانت بعنوان: الرد على الإساءة بين الفرض العيني والكفائي، رأي الشرائع في الذب عن المقدسات. وننتقل الآن مع ورقة الدكتور عمر قرقماز أستاذ مقارنة الأديان والأقليات المسلمة في تركيا، وهي بعنوان: الإساءة الفرنسية بين الصدفة والتخطيط، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا للتصحيح فقط، لا توجد أقليات المسلمة في تركيا أستاذ الكريم. نحن عندما نتكلم عن أقليات المسلمة نتكلم عن أقليات المسلمة في العالم طبعا يعني. لا لا، أنا أقصد مركز العمل. جزاكم الله خيرا. مركز العمل في تركيا. أهلا وسهلا يا أستاذ، مرحبا مرحبا، اشتقنا إليك. مرحبا. بالنسبة للعنوان، في الحقيقة عنوان ممتاز الذي أختير لي. نعم، في بعض الأحيان القيادات السياسية قد يخطئون أو يتكلمون بشيء قد لا يقصدونه، لكن يبدو أن هناك خطة واضحة من قيادات السياسية الفرنسية نحو إساءة الإسلام لأغراض سياسية الداخلية. يعني بمعنى آخر، هناك دول تريد أن توحد الصفوف الداخلية ضد مشروع معين، وبالتالي تحرض القيادات السياسية الشعب ضد مشروع فلاني، وبالتالي تكون يعني ضد الإسلام. يبدو أن هناك تدخل فرنسي في المشروع يعني. لذلك نحن نستطيع أن نقول أن فرنسا في الحقيقة لديها ازدواجية في التعامل مع الخارج أيضا. كيف ذلك؟ يعني مثلا الفرنسيون يقولون أنهم دولة أو أنهم دولة ديمقراطية ولديهم تعامل بالديمقراطية في الخارج، ومنهم حتى يتهم الدولة العثمانية على أنها دولة إمبريالية أو دولة طاغية. لكن إذا درسنا في أرض الواقع نرى أن الدولة العثمانية بقيت في المنطقة العربية والإسلامية أكثر من 400 سنة، لكن لا تجد إلا أشخاص نادرة جدا من يتقن اللغة التركية في وطن العربي. بينما الفرنسيون بعد أن مكثوا في المنطقة العربية والإسلامية المستعمرة، جزء من المناطق الإسلامية، بعد 50 سنة أكثر خريج الثانويات والجامعات بدأوا يتكلمون اللغة الفرنسية. إذن هناك يعني مشروع استعماري ثقافي، يريدون أن يغيروا ثقافة البلاد العربية والإسلامية، وقد نجحوا في بعض البلدان وفشلوا في بعض البلدان الأخرى. فمثلا فشلوا إلى حد كبير في موريتانيا، مع أن المسلمون لم يستطيعوا يقاوموا الفرنسيون بشكل مباشر، لكنهم استطاعوا يحافظوا على الثقافة العربية والإسلامية بأساليب مختلفة، وبالتالي اليوم الشعب الموريتاني يتكلم لغة عربية بشكل متميز ويحمل الثقافة الإسلامية والعربية بشكل جيد. ما أريد أن أقول في الحقيقة أن يعني أن القيادات السياسية عندما يخطئون لابد أن نميز الخطأ والمقصود يعني. وخاصة هذه الأيام الفرنسيون، بعض الفرنسيين خاصة ماكرون، يعني تصريحاته مقصودة جدا جدا، نحن نفهم هكذا على الأقل يعني. وإن كان قد يعتذر في بعض الأحيان ويتكلم بلهجة مختلفة في بعض الأحيان، لكن من هنا نستطيع أن نقول لدينا رسالتين في الحقيقة إلى الشعب الفرنسي في الداخل، لأن كلما تكلمنا في الخارج هذا قد يفيد اقتصاديا في مشروعنا الإسلامي والحضاري. عندما نستخدم حق الاستهلاك بمعنى نستطيع أن نميز بين المنتوجات الفرنسية وغيرها من المنتوجات في خارج فرنسا، وبالتالي فرنسا إذا استمرت بهذه الطريقة سوف نتخذ موقفا صارما أكثر فأكثر في مجال الاستهلاك، وبالتالي سوف تتضرر مصالح الفرنسية في العالم اقتصاديا. لذلك نصيحتنا في جهة فرنسا. لدينا رسالتين في داخل فرنسا. رسالة إلى رجال الأعمال الفرنسيين في الداخل على أنهم يجب أن يتكلموا مع قياداتهم السياسية أن لا يسيئوا إلى الإسلام والمسلمين في الخارج، وإلا بضاعتهم سوف لم تباع في مناطق الإسلامية خاصة في البلاد العربية والإسلامية. هذه رسالة لرجال الأعمال في داخل فرنسا. أما بالنسبة للمسلمين الموجودين في داخل فرنسا، نريد أن نقول لهم
أن لديكم خيارات مختلفة في الانتخابات القادمة، وبالتالي كل قيادة سياسية لديه إساءة إلى الإسلام لا تصوتوا لهم، لكم حق أن لا تصوتوا لهؤلاء، ويمكنهم أن يتفاوضوا معهم على أن ينزلوا في ما يريده المسلمين في فرنسا. هذين الرسالتين إذا طبقت بشكل واضح في داخل فرنسا، أعتقد السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لفرنسا نحو الإسلام والمسلمين سوف تتغير إلى حد كبير، إلى حد كبير على حسب ما أتصور. ولدينا تجربة في هذا الموضوع يعني سابقا، وإذا استخدمنا حق الاستهلاك في العالم في المنطقة الإسلامية والعربية، أعتقد رجال الأعمال في داخل فرنسا هذه الرسالة بشكل جيد. أما ما تفضل به الأستاذ نواف كان في يعني كلام مهم جدا، الصهاينة استخدموا فرنسا وخاصة بريطانيا في حرب العالمية الأولى وفيما بعد أيضا، وإلى الآن يستخدمون كوسيلة لتطبيق مشاريعهم في مناطق مختلفة. كلنا نعرف أن الصهاينة عقدوا أول مؤتمر صهيوني في 1897 في سويسرا في بازل، لكن نستطيع أن نقول لهم أن بعد 100 سنة الآن عدد المسلمين في أوروبا والوجود الإسلامي والمسلمين في أوروبا أكثر مما كان عليه في 1897، وبالتالي التعامل مع المسلمين يجب أن يكون بطريقة مختلفة. المسلمين لديهم في فرنسا أو في دول أوروبية أخرى، لكن بشرط أن لا يساء إليهم، على الأقل يريدون الحقوق في داخل الدول الأوروبية كما أعطي الحقوق لليهود في أوروبا، كما يسمى أنتي سيميتيزم، لا يريد كلام أنتي إسلام أيضا. وبالتالي إذا كنا أصدروا قرارات أو قوانين جديدة في حماية الإسلام والمسلمين أو شعارات الإسلامية في أوروبا، سوف تكون هناك السلام والاستقرار أكثر، والمسلمون سوف يعتبرون الدول التي يعيشون فيها أوطانهم، وسوف يكون فيها تعايش أكثر وأفضل بشكل كبير. لذلك أنا كمختص في مقارنة الأديان ومختص في الأقليات المسلمة، رسالتنا واضحة جدا، ليست لدينا مشكلة لا مع فرنسا إذا تحصلت على قطع مع المسلمين في العالم وأيضا مع الإسلام، وليست لدينا مشكلة مع أي دولة أوروبية أو أي مجموعة أوروبية سواء من الأديان الفلانية أو العلانية، لكن بشرط أن يتعاملوا معنا بشكل أخلاقي أو بشكل صحيح. مهما حدث ما تحدث في مناطق مختلفة في الحقيقة في الفترة من الدول الأفريقية، تعامل فرنسا في الدول الأفريقية تعامل ليس في مستوى المطلوب. لو كان هناك استفتاء في الدول الأفريقية خاصة في الشمال في بريطانيا في السنغال في مالي ودول أخرى، أعتقد لو كان هناك استفتاء ديمقراطي صحيح جاد لنخرج فرنسا من هذه الدول كلها، لأن الشعوب هذه المناطق يشعرون أنه فعلا مستنبطون بشكل كامل. أنا كنت أتمنى أكثر من مرة أن أكتشف أن هناك الحديث يعني سنوات طبيعية الحديث، لكن هذا لن يستوي هذا المعدن الفرنسيون، بل يعني لا وقس هذا على دول الأخرى سواء الذهب أو المعادن الأخرى. فبالتالي الشعوب يعني في هذا العصر يرون كل شيء بأعينهم، فبالتالي لديهم انزعاج كبير كبير جدا، لأن لا يوجد هناك عدالة في الإنتاج وفي تقسيم الثروات الطبيعية بين الشعوب المنطقة وبين فرنسا. فبالتالي ربما يريدون لا يلتفت الشعوب المسلمة في هذه المناطق إلى ما تفعله فرنسا، ويثيرون بعض القضايا حتى نلتفت إلى قضايا أخرى. أنا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الفرصة أنكم أعطيتم هذا الكلام، بارك الله فيكم جميعا. تشكر إدريم قردش. شكرا، مع السلامة، بارك الله فيك. نشكر الدكتور عمر كالقماس أستاذ مقارنة الأديان والأقليات المسلمة وهو في تركيا، وليس يعني الأقليات المسلمة في المقيمة في تركيا.
نشكر له كلمته وكانت بعنوان الإساءة الفرنسية بين الصدفة والتخطيط. وننتقل مع ورقة الدكتور محمد الصغير عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهي بعنوان وسط تصعيد عربي وإسلامي، المقاطعة لماذا وإلى أين؟ فليتفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. في البداية أن يأتي هذا الصوت من لبنان تحديدا، وأن تتبنى دعوة لبنان قضية المقاطعة، فهذا من ثمار المقاطعة المعجلة. فلبنان مع روابطها التاريخية والحالية مع فرنسا، مهم جدا أن يظهر هذا الصوت من لبنان تحديدا، ليظهر أن قرار المقاطعة هو قرار موحد لكل الدول العربية والإسلامية، حتى تلك التي لها روابط تاريخية أو لها علاقات مع فرنسا أكثر من غيرها. فنشكر للقائمين على هذا المؤتمر، وهذه إن شاء الله لبنة قوية توضع اليوم في بناء المقاطعة، هذا البناء الشعبي الذي سهر عليه وقام على حراسته أبناء الشعوب العربية والإسلامية. في البداية، المقاطعة فرصة لا ينبغي أن تعوض، لأننا معاشر المسلمين دائما نقرأ ونطالع في أخبار الأولين والصحابة والتابعين، وكيف أن الجيل الأول والصحب الكرام نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وبأنفسهم وبأهليهم، ونقول جميعا ليتنا كنا في هذا الوقت، لو كنا لنصرنا رسول الله. ها هو كما يقال في الخليج، الميدان يحمدان، والفارس ينزل في الميدان، جاء ميدان النصرة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمقامه الكريم السامي، وفرنسا على لسان ماكرون وعلى لسان وزير الداخلية تتبنى الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى تكفل له برفع ذكره: إن أعطيناك الكوثر، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. والله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس. فالمقاطعة فرصة لك أنت أيها المسلم لتبرهن عن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصرتك له. والمقاطعة فرصة لأنها باب لغنيمة سهلة، لغنيمة باردة، هذا العداد، عداد الحسنات اليومي، ما عليك إلا أن تجدد النية، حتى لو كنت من غير المستهلكين للبضائع الفرنسية. بعض إخواننا في أقاصي الصعيد أو في بلاد السودان يرسلون ويقولون: ليس عندنا ما نقاطعه. نقول لهم: يكفي صدق النية في النصرة، أو أن تنشر عن المقاطعة، أو أن تذكر بها في كل يوم مع صدق النية ومع التذكير، فأنت مرابط في هذا الميدان، أنت واقف على هذا الثغر من ثغور الإسلام. ومما يسهل علينا أمر المقاطعة في الحقيقة أن أغلب ما تصدره فرنسا عبارة عن سلع تكميلية وتجميلية واستهلاكية، وبدائلها متوفرة وكثيرة وموجودة. أما ما تصدره للدول فنحن لا نهتم لأمر الدول، لأن المقاطعة مقاطعة شعبية في المقام الأول. وهنا نقول: إذا قلنا المقاطعة شعبية فلابد أن نذكر الخير لأهله، لأصحاب الضربة الأولى في المقاطعة، وهي دولة الكويت وشعب الكويت. وإن كان الفعل الرسمي لم يكن على المأمول، لكن لا نغفل موقف تركيا الرسمي رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا، وكذلك موقف باكستان، سواء الشعب والمظاهرات أو موقف البرلمان
وموقف رئيس الوزراء، وقبل يومين موقف الرئيس الباكستاني نفسه. ولم تتحمل فرنسا أن ينتقد الرئيس الباكستاني القوانين المجحفة التي يتبناها إيمانويل ماكرون، وقامت باستدعاء السفير. أين هي إذن حرية التعبير يا معاشر الفرنسيس؟ هذه المقاطعة هي أقل الممكن الذي نقدمه دفاعاً عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لديننا. نحن ننصر ديننا بذلك، وننصر أنفسنا، ونرابط على هذا الثغر المهم من ثغور الإسلام. قضية المقاطعة مع أنها موجعة وقد ظهرت آثارها، إلا أنها قضية تربوية، هي نوع من الجهاد، نوع من الدفع، نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت الأمة ضعيفة في قيادتها، هي ليست ضعيفة في شعوبها وفي أبنائها، وإن الميسور، القاعدة الشرعية، الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كنا لا نملك شيئا تجاه فرنسا رسميا، إننا نملك شيئا شعبيا. والدليل أنها تأثرت وأن المقاطعة موجعة ما قام به وزير الخارجية الفرنسي من زيارة بعض العواصم العربية ومنها القاهرة، وذهب والتقى بشيخ الأزهر، لكن وصل إلى المكان الخطأ وطرق الأبواب الموصدة. إن الحكومات وإن المؤسسات الرسمية لا تملك من أمر المقاطعة شيئا. هذه المقاطعة بدأها الشعب وسيستمر فيها الشعب حتى تحقق أهدافه. أولا، الاعتذار الرسمي الواضح من الرئيس الفرنسي ومن الحكومة الفرنسية التي تبنت الإساءة، دون لفت أو الدوران، دون تحوير للكلام، اعتذار واضح وصريح للإسلام وللمسلمين الذين آذوا مشاعرهم وهم قرابة 2 مليار على مستوى العالم. ثم أن يكون هناك تجريم للإساءة إلى كل المقدسات، إلى كل الأنبياء، إلى كل الأديان. كل الأنبياء لا يساء إلى الأنبياء ولا إلى المقدسات. أن يكون هناك تجريم لذلك وألا يعود إليه مرة أخرى. نحن لسنا في عداء مع فرنسا، ولكن هي التي بدأت بالعدوان. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبما أننا لا نملك إلا هذا السلاح، السلاح الشعبي، السلاح السلمي، السلاح الحضاري، فعلينا أن نتمسك به، وعلينا أن نقاطع التجار غير المقاطعين، وأن نشتري من التجار المقاطعين، تشجيعاً للمقاطع وتأديباً للذي ما زال يتعامل مع البضائع الفرنسية. ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على مستحضرات التجميل والأجبان ومنتجاتها، إنما لابد أيضا سوق السيارات. ونحن مع عامل جديد، ستروين وبيجو ورينو، لابد أن يشعر سوق السيارات الفرنسي بأثر المقاطعة الإسلامية التي بدأتها هذه الشعوب. المقاطعة لها فقه ولها آداب، ينبغي أن نلتزم بفقه المقاطعة وأن نلتزم بأداب المقاطعة. فلا ينبغي أبدا أن نفسد البضائع الفرنسية الموجودة. وهذا السؤال يرد إلينا كثيرا، بعض التجار الكرام عنده بضائع فرنسية، ماذا يفعل فيه؟ أولا، إن استطاع أن يردها ويأخذ أمواله فبها ونعمت، فله ذلك، وإلا فقد وقف على بابين كبيرين من أبواب الأجر. عليك أن تتصدق بهذه البضائع، تصدق بها على فقراء المسلمين، فتكن أخذت أجر الجهاد بالمال، أجر الصدقة والجهاد بالمال وأجر المقاطعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي القائمين على هذا المؤتمر خيرا، وأن يجزي كل تاجر فعل المقاطعة خيرا، وأن يخلف عليه من عنده،
وأن يعين المسلمين أن يكونوا صفا واحدا، وعليهم أيضا أن يدرسوا أمر المقاطعة لتنتقل من المقاطعة التجارية إلى مقاطعة ثقافية إلى مقاطعة فكرية، وأن تفعل المقاطعة السياسية أيضا. وأنا مستبشر بإذن الله تعالى، كما أن ترامب هو رئيس الدورة الواحدة الذي عاد المسلمين وحاصر بلاد المسلمين ومنعهم من دخول أمريكا، فإن إيمانويل ماكرون سيلحق بترامب. وكما كان للصوت الإسلامي الأثر الكبير في إسقاط دونالد ترامب، فسيكون للصوت الإسلامي أيضا الأثر الأكبر في إسقاط إيمانويل ماكرون، حتى يعلم الجميع أمر المقاطعة. وأختم بهذه الكلمة، المقاطعة ومقاطعة فرنسا لابد أن نستمر فيها ونستخدم سلاح الصبر. قديما قالوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، تواصوا بالصبر على الباطل، ألا نتواصى نحن بالصبر على الحق؟ هذه معركة صبر، فعلينا أن نصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا. بمعركة الصبر هذه إما أن نجعل فرنسا عبرة لكل مستهزئ ولكل مستهتر، أما لو ضعفنا وتقهقرنا فستكون فرنسا قدوة لكل متجرئ على دين الله. أسأل الله بارك الله خير مولانا، الذي وفقنا في البداية أن يوفقنا في الختام، والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على كلمته، وكانت بعنوان وسط تصعيد عربي وإسلامي، المقاطعة لماذا وإلى أين. كنا ننتظر التواصل مع فضيلة الدكتور علي القرداغي، وبانتظار وصوله ننتقل إلى فضيلة الدكتور حسن الهواري عضو مؤسس للمجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا، وهي بعنوان قانون تعزيز الكراهية وعدوى الإساءة للإسلام ورموزه، مسلمو أوروبا المتضرر الأكبر، فليتفضل. دكتور حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالشكر موصول للبنان دعوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرهم خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم إن شاء الله سبحانه وتعالى من الذين يدودون على دينه ويحفظون أعراض إخوانهم في كل مكان. كما نشكر أحبابنا مشايخنا وأساتذتنا والأحباب الكرام الذين سبقوا أن تحدثوا، والذين إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي دورهم بعد حين. باعتباري من القانتين والساكنين و في فرنسا في باريس على وجه التحديد، فربما كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، أستعرض عليكم بعض الأمور في قضية، في خاصة في يعني التزاما بالعنوان الذي أنيط بالحديث عنه، وتعزيز الكراهية وعدوى الإساءة للإسلام ورموزه. هناك أمور مهمة ينبغي معرفتها لكي نحيط بالتصور الذي أنتج هذه الظروف، فكما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره. فهذه الكراهية وهذه الإساءة لها بالنسبة للسياسيين على وجه الخصوص وبعض والقلة القليلة من الفرنسيين سبقوني لأن الأمر نعيشه، لها نوع من المبررات حسبهم. فكما ذكر الشيخ الدكتور يعني فيما يتعلق بالدكتور نواف فيما يتعلق بتاريخ فرنسا، هذا أمر مهم جدا ينبغي استيعابه.
ففرنسا مع كامل الأسف تاريخها أسود في علاقتها مع المسلمين وخاصة المغاربيين منهم. فهذا التاريخ ما زال حاضر في هذه الأجيال وتنتقله الأجيال بعضها لبعض. فهذا التاريخ الذي حاولت فيه فرنسا أن تمحو وتطمس هوية الإسلام والمسلمين في بيتهم إبان الاستعمار، وفشلت في ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبجهود المسلمين الذين حمى دينهم. جاءها هذا الدين الحنيف الذي خططت لطمس هويته في بيته وفشلت، جاءها إلى بيتها، جاءها إلى بيتها وأتمر وأينع. فهذا بالنسبة لها يعني أمر لا يكاد يستساغ من الناحية السياسية. إذن هذا ينبغي النظر إليه من هذه الوجهة السياسية. الأمر الثاني هو تاريخ فرنسا عموما مع الدين، مع كل دين، وخاصة تعرفون أن القانون 1905 إنما نتج عن ثورة يعني الفرنسيين على الدين الكاثوليكي وعلى الدين عموما، فلسفتهم على الدين كما يقولون بأن الدين أفيون الشعوب، لأنهم لم يروا إلا الممارسات الكنيسية الكاثوليكية التي كانت يعني وضعت يدها مع السلطة فعاتت في الأرض يعني فسادا واستبدادا، فاستاء الناس من 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 الدين. هذا أمر كذلك ينبغي النظر إليه بشكل مهم جدا، لأن فرنسا لا تعرف من الدين إلا من الناحية العملية والتطبيقية إلا يعني الديانة يعني النصرانية وبالخصوص الكاثوليكية. ثم انطلاقا من هذه العوامل انبثقت النظرية التي تعرفونها كلكم، هي نظرية التحول العظيم التي يعني يروج لها بعض المفكرين وبعض العلمانيين وبعض الإعلاميين والسياسيين في أوروبا عموما وبالخصوص في فرنسا. ربما أقول لكم حسب ما يعني نعيشه نحن أن فرنسا تخوفهم له مبرر، ولكن مبررهم يعني ليس بريئا، وهذا ناتج عن تنامي الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى بشكل ما كانوا يتصورونه. ف سبعينيات وثمانينيات يعني القرن ربما كان الناس لا يعرفون إلا مسجدا واحدا، هو مسجد باريس الذي كان يعني تم بناؤه في 1923. وتاريخ هذا يعني المسجد في حد ذاته يعطي لي السياسيين الفرنسيين الحاليين دروسا حاولوا أن يطمسوها بكل الأشكال، لأن تاريخ هذا المسجد الذي هو في قلب فرنسا في المقاطعة الخامسة فيها كان منحة وكان اعترافا وكان نوع من الشكر واعتراف الجميل للمسلمين خاصة في شمال إفريقيا والمغرب العربي الذين حرروا فرنسا من النازية. ولكي تشكرهم فرنسا بنت لهم مسجدا في قلب باريس. الآن تغيرت الأمور، فالمسألة لها أبعاد، ولكن قبل أن أتحدث عن هذه الأبعاد أود أن أقول لكم بأن المسألة الآن السياسية التي يقوم بها بعض السياسيين كلها انتهاكات للدستور الفرنسي. لذلك أعطيكم بعض الأمثلة في قضية الدستور الفرنسي. المادة الأولى، المادة رقم 1 من الدستور الفرنسي تقول: الجمهورية الفرنسية جمهورية غير قابلة للتجزئة، علمانية ديمقراطية واشتراكية،
تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدين، وتحترم جميع المعتقدات هذا المادة الأولى في فرنسا في الدستور الفرنسي مع كامل الأسف لا يحترمها السياسيون الآن. لذلك كل قضية من القضايا التي يحملها المسلمون أمام العدالة حينما تنتهك بعض مقدساتهم وحرمات إلا ويفصل فيها القضاء لصالح المسلمين، سواء في قضية الحجاب أو في قضية يعني المؤسسات التي تغلق أو شيء من هذا القبيل، وإن كان في بعض الأحيان تطول يعني المداولات الحكم، ولكن في الأخير يكون فيها النصيب للمسلمين. لذلك مع كامل الأسف في السنة الماضية تم حل التجمع ضد الإسلاموفوبيا الذي كان يعني يسيره تلة من المحامين والمهندسين ورجال الأعمال من المسلمين. دقيقتان. نعم طيب أنا سأسرع يا مولانا. إذن على العموم أن كل هذه الممارسات التي يمارسها السياسيون الفرنسيون ضد الإسلام كدين وضد المسلمين كمواطنين فإنها كلها خرقا للقوانين الفرنسية. لذلك أشرت لكم من المادة الأولى في الدستور ثم قانون 1905 يقول بصريح العبارة، لأن هذا القانون له شقين. الشق الأول يقول أن قانون 1905 المبني على العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة له شقين. الشق الأول لا يعطي للدولة حق التدخل في شؤون أي ديانة. الشق الثاني يقول لا ينبغي لأي ديانة أن تتدخل في أمور الدولة. فنحن كمسلمين لا نتدخل لهم في أمور الدولة ولا في أمور السياسة، ولكن مع كامل الأسف السياسيين يتدخلون في أمور الدين وفي أمور المسلمين، بل وقد تخطى الرئيس الحالي الآن كل الخطوط الحمر للقانون الذي أشرت إليه في البند الأول من الدستور الفرنسي وفي قانون العلمانية، وهو أنه يريد ويقترح تنظيم الإسلام في فرنسا. مع كامل الأسف الآن الذي ساهم في الوضع الذي يعيشه المسلمون اليوم في فرنسا هو أمور يمكن أن أختصرها لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول هو مع كامل الأسف تدخل بعض الدول العربية المسلمة في شؤون المسلمين في فرنسا، فأصبحنا يعني بالنسبة للمساجد التي لها ارتباط بدولة من الدول يعني تشكل كيان داخل المسلمين مرتبط بالخارج. هذا من جانب. الجانب الآخر مع كامل الأسف هذا أدى إلى البعد الثاني الذي هو تشتت المسلمين من الناحية القيادية، أن لذلك فالحق سبحانه وتعالى كفيل بأن يدافع عن لسان المسلمين، والله سبحانه وتعالى حينما يسخر أمثالكم وأمثال هؤلاء الشيوخ الذين يجتمعون لتدارس أمر المسلمين وهمهم فإن الأمة ما زال فيها خير، وثقوا في أن إخوانكم في فرنسا فإنهم يستعملون كل الوسائل المشروعة التي بنيت على الرحمة والمودة والجدال بالتي هي أحسن لكي نبلغ دعوتنا، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير مولانا. مرحبا أنتم جزاء والإحسان، بارك الله فيكم. نرحب بسماحة الشيخ القرداغي. بارك الله فيك. ونستمع وهو الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو غني عن التعريف، وورقته بعنوان كل ينصر من مكانه وبطريقته، نصرة الإسلام ونبيه ليست حكرا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات، وبتوفيقه تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين والجزاءات. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يا أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشرفني أن أكون مع حضراتكم في هذه الأمسية المباركة، وهي تعد من أفضل الأمسيات إن لم تكن أفضلها، لأن شرف الشيء بموضوعه، وشرف العلم بموضوعه، وشرف الكلمة بموضوعها، كيف لا ونحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ونحن نتباحث ونتناقش كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى كيف ننصر أنفسنا بأن ننتسب إلى شرف النصرة إلى حبيب الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، فالله سبحانه وتعالى قد نصره، فيكون لنا شرف هذه القدوة وهذا الاقتداء. حبيبنا الأعظم وسيدنا الأكرم، جعله الله سبحانه وتعالى لا يخفى على حضراتكم مقاما عظيما لا يسع المجال لذكر معالم هذا المقام، ويكفي للدلالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاصبر فإنك بأعيننا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأعيننا، الله أكبر، يعني لا يمكن تفسير هذه الآية إلا حقيقة من خلال المشاعر والأحاسيس العظيمة التي داخليا تعبر عن هذا التفسير. بل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأرشدنا بأن يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم أولى إلينا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك لا يتم إيماننا إلا إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، وأكثر من أولادنا، وأكثر من الناس أجمعين، كما ورد بذلك الحديث الصحيح. هذه الأمور أيها الإخوة الأحبة كلها مقدمات باختصار شديد لهذا الموضوع الأساسي، وهو كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشخص الهولندي تجاوز الحدود وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج بشكل سيء هذا الفيلم. قدر الله، حينما يتعرف بعدما أخرج الفيلم وقرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه ودعي إلى المملكة العربية السعودية، وقدرا أنا كنت أيضا ضمن هؤلاء، فالتقيت به، أو عفوا دخلنا جميعا في الروضة المباركة، وإذا به تقرب من الروضة وبكي هذا الرجل بكاء شديدا لم يترك مكانه إلا بالقوة. غريب، واعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا في عمري ما رأيت بكاء قويا وشديدا وخارج من القلب بصراحة مثل هذا. وأنا سبحان الله بكيت أيضا معه، وإخوان الذين كانوا معنا قالوا: يا فلان، لماذا أنت تبكي؟ هذا رجل يعتذر ويبكي. قلت: لا والله، أنا أبكي لشيء آخر، وهو أنني وغيري من المسلمين مقصرون في تبليغ هذه الرحمة وهذا النور وهذا الجمال
وهذا العظيم إلى رسول إلى العالم. ما استطعنا أن نوصل هذا الرجل الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل، ولكن بمجرد أن تعارف على سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تراجع وتاب وأسلم واعتذر هذا الاعتذار الشديد. إذن ما الذي يعني؟ يعني أننا لو أوصلنا هذه الرسالة بصورتها الحقيقية وليس بصورتها الداعشية إخوة الأحبة، بصورتها الرحمانية كما قال الله سبحانه وتعالى وصفه بصفتين من صفاته العظيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن بالعالمين رحمة للعالمين أجمع. إذن حقيقة أنا هنا أقف عند هذا الحد وأقول أننا مقصرون في توصيل، ما بذلنا الجهد المطلوب الذي صرف أو صرفته. والله أنا قلت هذا لأحد زعمائي لما كنت أزور باكستان وأفغانستان، قلت لأحد هؤلاء الزعماء الذين كان يظهر لي في ذلك الوقت، قلت يا فلان والله والله لو تنفق أموالك في سبيل الدعوة إلى الله، هذه الأموال التي تصرف في مثل هذه الأمور التي لا فائدة منها في الغالب بل تسيء إلى الإسلام، والله يمكن أسلم نصف العالم. كل هذه المليارات التي صرفت حقيقة على هذه الأمور المتشددة. فلذلك قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي قضيتنا إخوة الكرام. أنا أعتقد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بنشر دعوته، بنشر شمائله، بنشر حقيقة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة هذه الرسالة، بأن ننشر فعلا هذه السيرة العطرة، هذه السيرة المباركة، وأن لا نحصر السيرة إخوة الأحبة على الحروب. الحروب يعني جزء بسيط من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الحروب 27 غزوة، والرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة. هذه السيرة المباركة، أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المجالات داخل بيته صلى الله عليه وسلم، يعني معناه الوقت انتهى مش كذا؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله. طيب بس خليني شوية حتى أكمل. إذن إخوة الكرام، إحنا واجبنا الأساسي، هذا يمكن يكفي هذه الرسالة، أننا نهيئ أنفسنا ونضع ونفكر مثل ما عملنا الآن هذا المؤتمر، نعمل مؤتمرا آخر وورش عمل لكيفية الدعوة المؤثرة في العالم الغربي، وليقوم كل واحد منا إما بماله أو بجهده أو بعلمه في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل، هذا هو كلامي، كنت أريد أركز على هذا الجانب أكثر، ونركز على أن نجعل قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قضية المسلمين، قضية إنسانية باعتباره رحمة للعالمين. لذلك لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم الأهداف والغايات التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأجله حقيقة تحقيق الحرية، تحقيق الحرية للأديان. ولولا أن في سورة الحج حينما تحدث القرآن الكريم عن أذن للذين، ثم ماذا قال؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. تحقيق حرية العبادة في جميع أماكن المساجد. ثم لما قدمه الله سبحانه وتعالى حبيبنا المصطفى إلى العالم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بعد ذلك ماذا قال؟ ويضع عنهم إصرهم،
أن يضعوا عنهم جميع التكاليف الشديدة والأغلال أي القيود على الفكر وعلى الإنسان وعلى الحرية، ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو قدمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول كرامة الإنسان، رسول حقوق الإنسان، رسول الحرية، رسول رفع القيود على الإنسانية، القيود الغير صحيحة، إحنا كم استطعنا أن ننجح في دعوتنا. أكتفي بهذا القدر، واللبيب بالإشارة يفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نحن لو قعدنا معك إلى الفجر طبعا ما أعطيناك حقك، ولكن متقيدين بالبرنامج. لا أنا إن شاء الله بعد المؤتمر إن شاء الله يكون في تواصل من أجل تحقيق المقترح. أي لا. مقترح كيف نبرز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، يعني ميادين هذه الرحمة إن شاء الله. نحن نشكر لسماحة الشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمته، وكانت بعنوان كل ينصر من مكانه وبطريقته نصرة الإسلام ونبيه ليست حكرا. والآن مع ورقة الدكتور محمد الشاتي رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان، وهي بعنوان واجب الشعوب في مواجهة الإسلاموفوبيا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لبنان دعوة على إقامة هذا الملتقى وعلى دعوتي وفرصة المشاركة بين إخواني السادة العلماء القادة شيوخنا وأساتذتنا الأفاضل. أيها الأحبة، إن معرفة الجذور للكراهية القائمة ضد الإسلام في الغرب توصلنا للتعرف على أصول المواجهة الناجحة وصناعة الحماية للهوية والتصلب عن الذوبان وإتقان التفاعل الإيجابي وتلمس النوافذ الانفتاح الآمنة والترقي في القدوة وقيادة معركة الحضارات بثبات والمرابطة على ثغور القيم وإدارة الصراع الدائم بوسائل تؤمن الثبات إن لم تبلغنا الحسم، ووقف نزف الهجرة بإرساء أمن للأمة يردها إلى عزها. إذا كان الإسلاموفوبيا هو الخوف والكراهية والتحامل ضد الدين الإسلامي أو المسلمين بشكل عام، فهو أيضاً إنتاج اجتماعي للخوف والتحامل على الإسلام والمسلمين، وهو دأب المستشرقين قادماً برمي الإسلام بالنقائص باعتبار ذلك من ضرورات الدفاع عن الغرب. هذا المصطلح الذي ظهر في 1923 في مجلة الدراسات اللاهوتية، وفي 97 وفي الأمم المتحدة سنة 2004، يظهر من تاريخ العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي منذ الفتح الإسلامي الذي مهد للعدالة الجديدة أن التنافر سيد الموقف، فهو بين حدود متحركة وملتهبة أو حملات صليبية خلفت أحقاداً ثابتة إلى الاستعمار، وكلها بقيادة السلطة الدينية. وقد حمل الاستشراق لواء المعارك على صفحات الكتب، وكرست فكرة العداء للإسلام كفكر ودين وأمة وقيم، وقادت حملة الإقصاء لمنظومة القيم الإسلامية ومقومات الحضارة والتعاليم الإسلامية، واشتعلت حدة الصراع بين القيم المادية والقيم الإسلامية، وبدأ الحنين للنزعة الاستعمارية، ورأيناها سنة 1991 مع كتاب المؤرخ الفرنسي كريستوف روفان الإمبراطورية والبرابرة الجدد، حيث اعتبر أن الحضارة في الشمال والبرابرة سكان الجنوب، وتمنى أن تتكفل الحروب والمجاعات والفيضانات والزلازل والأوبئة بإقصائهم من فائض السكان. كما أكد المؤرخ الفرنسي ذلك، واعتبر أن الإسلاموفوبيا عداء ممنهج ضد الإسلام موجود وثابت في الفكر الغربي لن يتغير. وجند الغرب جيوشاً من المبشرين والمستشرقين ودعاة التغريب من المفكرين والصحفيين والإعلاميين الذين قاموا بحركة تشويه للإسلام بهدف تشكيك المسلمين فيه، وأيضاً بعزل الغرب عن الانتماء إليه، وهو ما عرف فيما بعد بالغزو الفكري. وحذرت أوريانا
فالاشي الصحفية الإيطالية في كتابها السعار والفخار الغرب من الإسلام، وتدعوهم إلى تدارك أمورهم قبل أن يعم الإسلام أوروبا ويستعمرها من عن طريق التزاوج والهجرة. وقادت منظمات كثيرة منها منظمة أوقف إسلام أمريكا إعلانات الكراهية، وكذلك رابطة الدفاع الإنجليزية SOL من العام 2009 ومنظمات كثيرة. وبالمقابل أطلق البرلمان الأوروبي في 26/9/2018 في بروكسل مجموعة أدوات مكافحة الإسلاموفوبيا بهدف مكافحة رهاب الإسلام المتزايد في جميع أنحاء أوروبا. هذه المقدمة اختصرت مما كتبت، وأنهي في الصفحة الأخيرة عن دور الشعوب وواجبنا. بداية، تصحيح الخلل الواقعي بين الإسلام كدين وبين المسلمين باتباع صحيح للإسلام، حيث عندنا الدكتاتوريات والنزاعات القائمة التي تزيد في الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين في الغرب. التعريف بالإسلام وجوانبه الحضارية المشرقية والتصدي لظاهرة رهاب الإسلام وإعادة الصورة الإيمانية في إطار مشروع الرحمة للعالمين. الانفتاح والتواصل عبر اعتماد فقه مرن للجاليات المسلمة في الغرب، واعتماد مواد تعريفية مناسبة للمجتمع الغربي تخاطب عقله وفكره ومعارفه. تأسيس منظمات دولية متخصصة بالدعوة والحوار والدفاع عن مسلمي الغرب، وفتح منتديات للحوار تعتمد على أخصائيين. إصدار نشرات وكتيبات متخصصة في التعريف بالإسلام والتعريف برسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكتب ترد الشبهات. الاهتمام بالإعلام الموجه للغرب واعتماد قوة إعلامية للدفاع عنهم ومتابعتهم ودعوة الآخر، وفضح عنصرية فرنسا والنمسا وما يسمى باليمين المتطرف، واستخدام الإعلام الشعبي التواصل الاجتماعي على مستوى الأمة بحملات منسقة لدعم قضايا إخواننا في الغرب، إنشاء مؤسسات حقوقية غربية للدفاع عن المسلمين، تآلف المجتمعات المسلمة في الغرب وإرساء قوى مؤثرة للضغط ما يسمى باللوبة في التحقيق لتحقيق كثير من الإجراءات التي ترد التعسف ومد جسور الحوار، المشاركة الإيجابية مع المجتمع الغربي وتقديم الخدمات اللازمة للمجتمعات المحلية، والعمل على تفعيل المواطنة أي الجنسية في المطالبة بالحقوق المتساوية مع الآخرين، حصر مواد الرهاب مثل الجهاد والمرأة والجزية التي يعتمدونها والرد عليها ضمن كتاب معتمد لدفع الشبهات ورسم الصورة الصحيحة عن الإسلام، رفض ذهنية الضحية باستعادة الثقة بالنفس وحسن المنازلة بوسائلها الحضارية ووقوف الأمة إلى جانبهم، فهم عقلية الخائف المذعور وفهم كيفية التعامل مع الآخر الذي نعيش معه، قيام الحكومات الإسلامية بواجب النصرة وأداء الالتزامات ومراعاة مجتمعاتها أولاً ثم الجاليات التي تحيا في الغرب، وتدويل قضية الأقليات المضطهدة وتحريك السفارات للقيام بواجبها، قيام المنظمات بواجبها مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، المنتدى العالمي للحوار، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، كشف أهداف التنظيمات المسلحة القائمة على تشويه الإسلام وفضح مصانعها ومراكز قيادتها الدولية وهي موجودة أيضا عندهم، إقامة المؤتمرات العلمائية والخطب المنبرية نصرة لإخواننا، تفعيل المقاطعة شعبيا وعلى مستوى الدول للدول التي تسيء معاملة المسلمين كالصين وميانمار وفرنسا وغيرها، وأخيرا إن تلاحم الأمة في كل قضاياها تزيدها قوة وتلقي في قلوب أعدائها رهبة تمنعهم من استضعاف المسلمين أينما كانوا، والله غالب على أمره. وأشكر لكم هذا العمل الرائع لكل القائمين ولإدارته الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال نشكر للدكتور محمد الشاتي رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان، ك
كلمته وكانت بعنوان واجب الشعوب في مواجهة الإسلاموفوبيا. والآن مع ورقة الختام مع فضيلة الشيخ حسن قاطرجي رئيس جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان، وهي بعنوان النبي في عين الغرب المنصف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن أشكر الأخوة القائمين على هذه الورشة، ورشة بكم نصرتوا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جنودا مخلصين لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. أشكر للأخوة في لبنان دعوة. بعد ذلك في الحقيقة مقابل الجوانب الكثيرة التي تطرق إليها الأخوة، أن وصلت الضوء على جانب إيجابي وجانب يدل على موضوعية المسلمين وموضوعية الإسلام، حيث أن الله عز وجل يقول عن أهل الكتاب ليسوا سواء، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. هناك منصفون كثر، ليسوا بالعشرات بل بالمئات والآلاف، وكتبهم موجودة ومقالاتهم منشورة. في دراستهم الموضوعية عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وآلت هذه الدراسة عن النبي عليه الصلاة والسلام إما إلى الاعترافات المهمة مثل اعتراف برنارد شو المتوفى 1950 في مقالته الرائعة الإسلام الحقيقي، والذي قال درست حياة محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا الرجل العظيم، فإني أقترح أن يلقب. وكذلك يعني اعترافات آخرين سنمر على ذكرهم، بالإضافة إلى دراسات موضوعية عميقة لباحثين غربيين فرنسيين وغير فرنسيين، دراسات خاصة السلام إلى الدخول في الإسلام وصاروا إخواننا في الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا من طرح هذا الموضوع أولاً يحدد بوصلة التعامل مع الغرب كتلة واحدة. هناك الغرف المظلمة التي تخطط للمكايد اللئيمة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الشعوب الإسلامية. هناك اليمين المتطرف والتحالف الشنيع بين الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، وهناك أحزاب حاقدة على الإسلام، كل هذا صحيح، ولكن أيضا لابد أن نعترف أن مثقفين ومفكرين وشعراء وسياسيين وفنانين ينطون بدراسة موضوعية وبحثية عن الإسلام تقود الكثيرين منهم إلى الاعتراف بفضل الإسلام والاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يساعدنا على التعامل مع هؤلاء وعلى الارتقاء بأسلوب الدعوة لكسب مزيد من هؤلاء إلى صف الإسلام. مما يساعدنا على ذلك معرفة الأسباب التي تدفعهم للقراءة عن الإسلام أو البحث عن الإسلام أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولاً توحيد الله تعالى، يعني هذا موضوع في الإشكالية العقيمة العقلية، إيمان بالبنوة أو الإيمان بالتثليث يعني لا يتقبلها كثيرون، ولذلك كتب سايمون كاربيلو الفنزويلي المهندس كتابه الذي بيعان 10 ملايين نسخة وترجم إلى أكثر من 20 لغة. حب العظيم للمسيح قادني الإسلام إلى هذه المسألة الشائكة، وعندما تعرف على ما يقابلها في الإسلام أدى إلى إسلامه ورجاله بشكل رحمته تواضعه، هذه أخلاق يعني نص عليها، وتجرده والانفصال بين شخصه وبين القرآن الكريم، وهذه النقطة بالذات هي التي أدت إلى إسلام دكتور جيري ميلر، وهو كندي رياضي
باحث كان شديد الكراهية لأحمد ديداد، ولما نصحه أن يتعرف على القرآن الكريم واختار نسخة وقرأ ترجمة معاني القرآن الكريم وإذ به يقوده رحلته إلى الإسلام، وهو لا زال حياً الآن في إحدى الدول العربية، وكتب كتابه الرائع أو رسالة رائعة جداً The Amazing Quran، القرآن المذهل، وخاصة النقطة التي أريد أن أركز عليها الفصل عندما قرأ القرآن الكريم بين شخص النبي عليه الصلاة والسلام وأن القرآن لا منه، هو من عند الله سبحانه وتعالى. توحيد الله تعالى وكذلك تحرير الإنسان، الشمول والتوازن في الإسلام مما يعني يلتفتون إليه بقوة، قيم الإسلام ومقاصد الإسلام الكبرى، العدل، المساواة، الحرية، هذه أمور عندما يطلعون عليها في الإسلام تسلق من أذهانهم الفكرة المشوهة عن الإسلام وما يبثه الإعلام الكاذب في الغرب أو كتب المستشرقين الحاقدين من عكس هذه المعاني، وكذلك ما يعانيه عدد منهم من شقاء الإلحاد. يعني تجربة البروفيسور والفيلسوف الفرنسي جوزيف دوبسكي، وعلى ما أظن أنه لا يزال على قيد الحياة، وكتب كتابه الرائع أيضا اكتشاف الإسلام، مر بمرحلة إلحاد، الشقاء الذي يعانيه الملحد، الشقاء الفكري والعقلي والنفسي، قالوا إلى البحث عن الحق فوصل إلى الإسلام، والحمد لله أعلن إسلامه وكتب كتابه اكتشاف الإسلام. كذلك عالم الرياضيات جيفري نانكن الأمريكي الذي كتب كتابه الصراع لأجل الإيمان، انطباعات أمريكا عن الإسلام، فموضوع الأجهزة العقلية والعلمية القاطعة في بيان ربوبية الله للكون ويقينية وجود الله عز وجل وكذلك أحقية الإسلام، هذا مما يساعدنا على هذه الظاهرة وتوسيع أعداد المنصفين الذين ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة انصاف. وكثيرون كثيرون كثيرون منهم من كتابات كثيرة الآن يعني أتطرق لبعضها، شخصية منهم راهبة، كانت راهبة وبحاثة بريطانية قيد الحياة كارين سترونغ، التي كتبت كتابين، كتاب سيرة محمد، يعني لو أن الكاتبة هي غير قلنا يعني هذا الكتاب من تأليف كاتب أو كاتبة محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أحداث 11 سبتمبر كتبت كتابا للدفاع عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام، واللافت عنوان الكتاب النبي محمد نبي لزماننا، كارين أرمسترونغ البريطاني. وذكر لي الدكتور زغلول النجار في نوفمبر 2018 في لقاء كان صدفناه في بيروت، جزاه الله خيرا، صدفت هذه المرأة يعني تتبع كتابات الكثيرة ما شاء الله عندها يعني أكثر من 20 في الأردن نحاورها، ولفتنا منها انصاف هذا الإسلام، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه المرأة البحاثة البريطانية. وهنا أريد أن أنوه بتجربة نحن يعني مرت معنا ولا تزال في لبنان، في بيروت افتتحنا قبل 20 عاما تماما مركزا للتعريف الإسلام والحوار بين الثقافات في شارع الحمراء مقابل تماما مقابل الجامعة الأمريكية. كاد أتواصل مع البعثات اللاهوتية والعلمية التي تأتي إلى لبنان، وبصراحة ما أتوقع النتائج التي سأحدثكم عنها. الآن بفضل الله تعالى غير يعني إرشاد كثير من الشباب المسلم الضائع
والتواصل مع الشباب الأمريكية والجامعات العلمانية الأخرى كذلك يعني الإسلام بفضل الله تعالى من المثقفين الذين يذهبون لمؤتمرات أو لكتابة أبحاث علمية عن طريق الحوار. فهذه تجربة بفضل الله تعالى تجربة مهمة وغنية تساعدنا على التعامل مع هذه الظاهرة. هناك كثيرون 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 من الغربيين بالدراسة أو بالتأثر بأخلاق المسلمين، وهذه نقطة مهمة وهي ضرورة الابتعاد عن الخلافات في الغرب وضرورة عدم إثارة قضايا خفية فقهية بين فقهاء المسلمين على مسامع أو في كتب تصل إلى الغربيين. التركيز على الأخلاق الإسلامية وعلى القضايا الواضحة والقيم الكبرى في الإسلام. مثلا مارسيل بوازار يلي هو فيلسوف فرنسي كتب عظيما عنوانه إنسانية الإسلام، الذي كتب الدكتور عماد الدين خليل مقالة من 40 صفحة في أهمية هذا الكتاب وضرورة أن يستفيد منه الدعاة. الأمر الأخير الذي يلفت النظر النقلة الهائلة التي حققها الإسلام بمجيئه وجهود النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه النقلة، أن الخراء إلى العلم، النقلة من عبادة الأوثان إلى توحيد. مولانا دقيقة عندنا، حنعطيك دقيقتين. دقيقة تماما، لا دقيقة وأنتهي. ونقلة من التخلف والبداوة إلى العمران والحضارة. هذه النقلات التي تدل على أن الإسلام أنزله الله تعالى ليقود الحضارة، ولذلك نستبشر بالمستقبل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مع القسم المؤكد: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. وفي الختام، سنته صلى الله عليه وسلم هي الشهد المصفى، بها تحلو الحياة بها نسود، وآل ذكره للقلب سلوى، به تجلى الهموم ولا تعود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبذل مزيدا من الأساليب النوعية المتفوقة في الدعوة لنكسب مزيدا من المثقفين الذين ينصفون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أفضل طريقة أو من الطرق التي تنصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة يعني الله وبركاته. كما قلنا شرقية تماما يا دكتور صلاح، كما قلنا ختامها مسك، كما قلنا ختامها مسك. طبعا أنت معك حق، وأنا من على الهوى يعني بقول إنه نعم عندك حق كان في الاعتراض على 12 دقيقة لأنه غير كافية، ولكن أظن إنه هذا الملتقى، حتى ما نسميه مؤتمر، هذا الملتقى لتحريك الماء الراكد، يعني ما تم إيراده فيه يمكن لم يستوفي كل واحد مننا الكلام الذي يريد أن يستوفيه، ولكن يقينا حرك ماء راكدا. وأنا تمنياتي عليكم جميعا، على جميع الإخوة المشاركين، أن يرسلوا أوراقهم، لأنه ممكن نحن ننشرها طباعة وإلكترونيا أيضا لتعم الفائدة. يعني الإخوة اللي سمعوا والإخوة اللي ما سمعوا، ممكن بارك الله في أفكارك، يعني ممكن تبعتوا لنا إياها، وصدقا سوف تنشر، يعني توضب وتنشر. أنا في الختام أشكر فضيلة الشيخ حسن قاتورجي رئيس جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان على ورقته، وكانت بعنوان النبي في عين الغرب المنصف. كما أشكر باسم لبنان دعوة السادة أصحاب الفضيلة المحاضرين والإخوة والأخوات الحضور، ونستخلص التوصيات التالية من مؤتمر انتهاكات فرنسية ومواقف إسلامية الذي عقدته لبنان دعوة اليوم تحت شعار بكم انتصرت، وأبرزها العودة إلى المنهج النبوي عقيدة وعبادة وسلوكا في بناء الفرد والمجتمع. ثانيا، التأكيد على واجب الأمة تجاه نبيها الكريم وسبل نصرته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إبراز رسالة الإسلام وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رحمة للعالمين.
رابعا توعية العالم الإسلامي بأبعاد الملفات التي تحاك للمسلمين والطرق القانونية للتصدي لها. خامسا العمل بكل الطرق القانونية والثقافية المتاحة للتصدي للإساءات إلى الإسلام والمسلمين خاصة، والتأكيد على أثر المقاطعة الاقتصادية الفعالة. سادسا الوقوف مع جميع المؤسسات الإسلامية الحكومية والشعبية صفا واحدا ضد أي إساءة للمقدسات الدينية عامة والإسلامية خاصة. سابعا التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والدولية في تبني حقوق المسلمين المنصفة. ثامنا الاهتمام بإنشاء مؤسسات دعوية وإعلامية تخاطب الغرب بلغته وبأساليب فهمه للثقافات وللإسلام تحديدا. تاسعا عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية لدراسة ورسم منهجية عمل لا تكتفي برد الشبهات بل تعمل على إبراز فضائل الإسلام والحضارة الإسلامية. عاشرا إيجاد صيغ التعاون مع المنصفين من الغربيين الرافضين لثقافة الحقد والكراهية. وأخيرا المطالبة بقانون دولي يجرم المس بالمقدسات الدينية ويحمي حرية العقيدة والعبادة وقدسية قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وحماية العائلة في جميع دول العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتعليق واحد السلام ورحمة الله وبركاته. عندك كلام شيخ محمد؟ كلمة واحدة.